اليوم معنا اختراع جديد، سمارت، مش ساعة، مش تلفزيون، مش تليفون، شيء ذكي جديد من LG. كيف؟ خلينا نشوف. مرحبا وحلقة جديدة من مستر تيك، ومعكم إيهاب سالم. دايما معكم إيهاب سالم. اليوم معنا اختراع جديد، شيء ذكي جديد من LG، اللي هي أطلقت جهاز ينقي الهواء وفينا نلبسه. أطلقته بالإمارات وسمته بيوري كير ويرابل اير بيوريفاير، طويل الاسم، مع فلاتر ومراوح ومستشعرات بتيجي حتى تتنقي الهواء ويكون عنا راحة بالتنفس. كيف؟ خلينا نشوف. أول شيء في الكتالوج اللي مش هنعيزه، مش هنعوزه، وفي الكفر هيك، كيس للماسك، شايفه دلاتي، مرحبا، حلو شكله. في هون الفلاتر والكيبل تايب سي، وهيدا تنحط في الماسك، وكمان هو لتتغير الفلاتر تبعون. اوكي، شفنا شو في بالعلبة، في كتير اغراض بالعلبة، هنيجي لوقتها نحكي عنهم. خلينا اول شي نشوف شو هو هذا الاختراع. من بعد ما كشفت عنا بمعرض إيفا ب2020 حل شخصي للهواء بسوق الإمارات، وكان هيدا الحل هو الجهاز اللي احنا عم نشوفه القابل للارتداء، البيوري كير ويرابل بيوريفاير، اير بيوريفاير. يعني بطل فينا نستعمل هول اللي شايفينهم، خلاص شفتهم، يعني مش بطل، اوكي هن منيح، بس محل هول LG عندهم هي. المفروض تكون سهله لنحملها السيت اب تبعها، هون مغناطيس، اوكي استعمل واحد من الفلاتر الموجودين، خلاص ما بقى نستعمل هذا الأزرق. حلوة. حجم الجهاز ما بعرف زمان نسميه جهاز، بيجي 156 ب110 ب63، والوزن تبعه 126 جرام، يعني مش تقيل. خلينا نعمل تيست تبعه، طالع مثل اللي بيلعبوا ببجي، شايفه؟ المفروض الاون والاوف هون، اوكي. احنا عاملينه مش تنحكي فيه، مع كبسه الاون هون ترمال تشغل المراوح اللي حنحكي عنها بعدين، هون بيصير فيه هواء. سمع صوت الهواء. اوكي،
هنحكي عن موضوع الفلاتر بعدين. اوكي، بسبب الكورونا والابديت هلا تبعون الكورونا، صار في كورونا 2021 كمان، والتلوث اللي موجود بالمدن والحساسيه اللي بتصير من بعض الغبره الموجوده، دائما كان في مناوشات مع الاشخاص قديش هي جوده الهواء اللي بتكون موجوده واللي عم نتنفسها. ال جي اشتغلت على هذا الموضوع عن طريق البيوري كير ويرابل الموجود معنا، وبلشوا فيه بال 2017، اخذت معهم 3 سنين من الابحاث والتطوير ويعملوا تجارب عليه توصل اليوم معنا. صمم الجهاز ليكون سهل وقابل لانه نلبسه بكل سهوله بطريقه مريحه، يعني اذا بدنا نقول انه اخذوا تحليل شامل للوجه انه يجي بيناسبه. شايفه؟ شكل كتير مريح مع شو مكان الوجه اللي او الشخص اللي عم يستعمله. هذا الشيء اللي بيخليك يقلل مع هول اللي شايفينهم من تسرب الهواء اللي بيطلع من الانف ومن الاذنين. وبتعرف جماعه اللي هن بيكونوا حاطين دائما بيكونوا لابسين نظارات وحاطين العادي هون، تلاقي الغبره طلعت على العوينات اذا لابسين عوينات، بينما السيليكون الموجود هذا اول شيء بيامن انه ما يطلع الهواء، وبيكون في عنا راحه اذا عم نستعمل الجهاز لساعات متتاليه. ال جي بيوري كير في فلترين شايفينهم هون، شايفون سموه H13 او ال HPA، شو بدكم بالاسم، بيشتغل انه يحد من حوالي 99.95% من المواد الضاره المنقوله عن طريق الهواء، واللي بتتضمن اكيد فيروسات، بكتيريا، مواد مسببه للحساسيه، وبيمنع دخولها، يعني بيمنع دخول هاي المواد الى الجهاز التنفسي. شوف هذه كمان نفس الشيء، فيها مستشعر كمان بيشوف قديش كميه الهواء اللي عم ياخذ، وبيكون في سرعه للمراوح، بيضبط المراوح تبعيتها تيكون في عنا خلال الاستنشاق وال الشهيق والزفير، شكرا محمد، الشهيق والزفير بشكل تلقائي عن طريق 3 إعدادات للسرعة. هذا الشيء بيخلي المراوح تشتغل أسرع لما بيكون عنا شهيق وبيخليها تخف بس يكون عنا فيه زفير، صح؟ أوكي. بيجي جهاز ال جي البيوري كير لبطارية 820 قابلة للشحن، وفيها البطارية توفر بين 8 ساعات من الشغل المنخفض إذا بدكم، أو السرعة المنخفضة للمراوح، أو 2 ساعات للإعدادات اللي هي بتكون عالية. إعادة الشحن فينا نوصله بأي شيء كهرباء، هون عم تشوف التايب سي والكابل اللي إجا معه، شفتوا تايب سي، حتى هون حاطين تايب سي، والله شكراً يا LG. فينا نشبكه بأي كهرباء وهذا الشيء بيأمن لنا شحن ب2 ساعات. فينا نستبدل الفلاتر اللي شفناها هون وجاي معها كمان زيادة بكل سهولة مثل ما شفتوا كيف حطيتها أنا هون، والغطاء وحتى الأشرطة اللي موجودة جوا للدنين حتى كمان هون. هلأ عجبتني هيدي كمان شفتها، أنا من الأشخاص اللي أني شعري طويل تزعجني موضوع أن أنا أحطه بالدينة. أوكي ها، بس تسمع الكليك، ركبت وصرنا نلبسه بكل سهولة. الغطاء الموجود هون بيأمن انه بيشيل الرطوبة والمكونات اللي بتجي من طريق التنفس، تطلع رطوبة منك بشكل عام. كفلتر كتير عملي كتير حلو هذا الشيء، يعني احنا مش عم نقلل من الفلاتر او الباسكات العادية، بس الاشخاص اللي بيحبوا التكنولوجيا حلو حلو هيك يكون مميز حتى بالماسك اللي لابسه. شو بيكسل مالنا لك، مرحبا اليوم. طيب النقطة اللي كان بدي احكي عنها دلوقتي، رامي سمعني الصوت؟ لا. هيدا الشيء اللي انا بدي احكي عنه، موضوع الصوت. هلأ للأمان أكيد هن مسكرين بكل النواحي ومع الفلتر، مع هيدا الفلتر
انه الصوت او الـ يكون عندك حمايه كامله، بس الصوت ما فينا تكون لابسينه وعم نحكي. هلا يمكن بالماسك العادي شوي كمان، يمكن لا كمان نفس المشكله، يعني نفس المشكله كمان هون. لا بس بما انه ها شفت فرقه، مش حنقارن هيدا بهيدا بالاخير، بس موضوع الصوت هو كان المزعج. يمكن لو كنت حطيته مايكروفون ممكن، ما بعرف، او فتحه مثلا وتغطوها بلا ما تكون هي مسكره كلها. الجي ارتقت، حلوة هي كلمة ارتقت، انه هي تكون تحافظ عليك اكتر من انه تكون مرتاح فيها وانت عم تحكي. ال جي بيوري كير، الماسكات القابلة للارتداء، موجودة بالامارات بكارفور وشرف دي جي وايس بسعر 699 درهم اماراتي. حتى الفلاتر الموجودين اللي شفناهم كمان بتلاقيهم موجودين بأسعار موجودة عندهم، يمكن 59 درهم لكل الكيس الكامل الموجود. هذا كان كل شيء معنا اليوم بمستر تيك مع الـ LG بيوري كير، الماسك اللي بينلبس وبيحميكم بكل سهولة من الجراثيم والحساسية والبكتيريا إلخ إلخ. حلقة جديدة من مستر تيك بنشوفها الجمعة الجاية، و سلام. احنا الحلقة القادمة لكن الكاميرا مش موجودة.